السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في المكتبة التاريخية الجميلة لمدينة سراييفو التي بنيت في عام 1894-1896، وكانت تعتبر قطعة نادرة من الفن المعماري الجميل كما ترون، ولكنها للأسف على يد الصرب في عام 1992 في 25/16/1992 حرقت هذه المكتبة ودمرت عن بكرة أبيها، وفقد فيها أكثر من 2 مليون مخطوط وكتاب تاريخي يحفظ ليس فقط اللي هو تاريخ البوسنة وتاريخ الحضارة وتاريخ الإنسانية، مش ليس تاريخ البوسنة فقط لكن تاريخ الحضارة والإنسانية، ودي خسارة كبيرة 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 جدا جدا جدا، ليس فقط للشعب البوسنوي لكن خسارة كبيرة جدا للعالم والإنسانية، ودي أفعال بربرية لا يقوم بها إلا مجموعات متطرفة أو مجموعات إرهابية تريد أن تمحو التاريخ كما محاه من قبل المغول والتتار حينما سقطت بغداد في أيديهم، وحينما حرقوا مكتبة بغداد ودمروا مكتبة بغداد. هؤلاء الناس اللي حرقوا المكتبة في عام 1992 ليس فقط حرقوا المكتبة، وهم تسببوا أيضا في قتل الملك والنمسا وزوجته في مدينة سراييفو، وده الغرفة دي بتذكرنا بسورة الملك إن هو وزوجته والذي قتل في عام 1915 أيضا في سراييفو على يد أحد المتطرفين الإرهابيين الصرب الذي قتله، وهو موجود عند الكوبري خارج المكتبة. هذه الأفعال البربرية الإرهابية لابد التاريخ أن يوقفها كي نستطيع أن نبني السلام، نبني السلام ليس فقط في البوسنة، ليس فقط في البلقان، بل في العالم أجمع. من العجيب الغريب أن كل هذه الكتب والمخطوطات العظيمة التي كانت هنا تحرق، ويتحول هذا المكان الجميل المكان التاريخي إلى مجرد متحف زي ما احنا شايفين في الخارج، صور كثيرة جدا بتذكرنا ببعض المعارك وبعض الشخصيات التي أتت لكي تزور سراييفو، ولكن أين العلم؟ أين التراث؟ أين الثقافة؟ أين التاريخ؟ أين القيم؟ أين العقائد الموجودة وعاشت على ظهر هذه الأرض ومحيت بأي على أيدي هؤلاء الإرهابيين والمتطرفين الذين دمروا مكتبة سراييفو، وتحولت الآن إلى مكان جميل، بناء جميل لكن ما فيهوش التراث اللي كان موجود من قبل، ما فيهوش الكتب، ما فيهوش التاريخ، ما فيهوش الحضارة اللي عدت على الزمن. أتمنى منكم جميعا أن تكونوا معنا للمحافظة على بناء السلام في البوسنة، بناء السلام في العالم كله وليس فقط في البوسنة، كل الشعوب في العالم كله، أن نحارب من يروجون للحروب يبيعون السلاح للشعوب المغتصبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من سراييفو 10/7/2019. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.